الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين يا مي يا مي يا مي يا مي يسمع أميني البحر غدا وجهك طيب وسكين عود قلبك الأسرار شوفك يا المدينة مثل البحر غدا وجهك طيب وسكين عود قلبك الأسرار أحلام ضاعت بالفضا مجروح ما صوت الظلم هدار هدار بمشي بعتم الحواري شو مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب بمشي بعتم الحواري شو مخبى ورا الابواب قصص هموم ومواجع احباب باعوا احباب نار الغني ما بتكتفي نار الفقير ما بتنطفي العدل ما مغفي بيشرق بعد يا الله منك يا سلطان خلص إمنا من سيرة ماهر واحد تافه انسى الموضوع وخلينا نحكي بشي حلو معك حق نعمل فتلة بالسيارة أوكي ليش لا بس أنت أمنت لي المصاري ولا دبر حالي لك لا شو تدبري حالي بس سيرة هذا الغليظ نسيني يقطع عمره ما غلظه مو ايديك عن جد شكرا شو نمشي بس استناني دقيقتين رح فوت على الحمام واطلع لو سمحت عدولتي تعال نلعب برجيس ما عندنا برجيس طيب طاوله مو انا عندنا طاوله مستعين من الجيران على هو بدك تروحي شو مستعين من الجيران هيك بدك تروحي امس النوم شبك عدولتي رعبتني والله شو رعبتك ما رعبتك ما في اختلاط ما في نوم بدك تديري بالك لا بنروح لعند حدا ولا حدا بيجي لعندنا طيب روح انت مستعين منه ولا انا بدي اروح لعندهم بكره بيعملوا لنا شر رايحين جايين طيب والله دا خلي طول النهار وقاعدين لحالنا ليش بدي خليك عندك كل شيء هي فواكه هي بذر هي كل شيء سلك بالبال بس لقيتها يا ماما تعال اقول لك شغله في قلبك تعال عدولتي بدي لعبك شغله شو بتلعبيني؟ دير ظهرك لقول لك هيك دير وشك هلا انت بتحط ايدك هون ماشي وهي الثانية هون حطيتها بس ما تشوف عرفت هي لعبة صلح كنا نلعبها ونحن صغار ايوه هي هي برافو عليك شاطر يلا جاهز؟
هاي لا يلا دير هاي رجعت اخ زغلي ما في هاي لا ما هي دير يلا لا بخفف لك يا شوي جدولك. بس لا تضربني قوي ايه؟ لا تضربني حبيبة قلبي هيك هيك هبعملك بيسخن وملح انا عدولتي هلا مين بده يشتغل بالبيت الجليات مين بده يجليهم الغسيلات مين بده يغسلهم انا بجلي وانا بغسلهم ايه وانا بسوي كل شيء بمسح الارض والعشاء مين بده يحضره انا بحضر العشاء ايه روح شرف يلا حضر لي عشاء جوعانه انا نحر وحضر العشاء يا حظي طلقتها؟ طلقتها بس زعلان مو هيك؟ لا لا مو قصد زعلان بس اليوم تعبت كتير الحق معك بس طلال حتى لو كنت زعلان أنا ما رح أتضايق يعني هي مرتك وأنت وياها عشرة عمر مزبوط عشرة العمر ما بتهون غير على ابن الحرام يمكن اليوم قسيت عليها روعة لا تفهميني غلط عايدة طلعت من قلبي طلال أنا قلت لك ما بنزل على ضرة مو لأني غيراني بس الشغلة شغلة مبدأ وأنا هيك هلأ المهم احكي لي شو صار معك اليوم مثل ما قلت لك جورج بيك كتير معجب بصوتي حتى الملحن اللي معزمني على الغداء مين هاد اللي عزمك جورج بيك أما شو مطعم يا طلال بيطير العقل إيمنا شو قال لي جورج بيك إذا اجتهدت رح يصور لي الأغاني كليبات ومن بكرة رح بلش الشغل مع الملحن مبروك ايه بس انت ليش هيك عم تقولها بلا نفس ما عادي شو هلا المهم ايمتى بدنا ننزل على الشام مو مبين طلال بس الشغله جد يعني احنا مضطرين نبقى طيب روعه انت حتبلشي تمرينات ومواعيد وشغل وتصوير وما بعرف شو انا شو بدي اقعد اعمل اذا بدك ارجع على الشام شو هاد اتركك لحالك هون يعني شو بدي اقول لك طلال مشان الله لا تروح لي فرحتي طيب ليش هيك بتزعلي بسرعه عم نتناقش ما زعلت بس يعني ما بعرف شو بدي جاوبك خلاص خلاص ما رح اتركك رح اتمني معك هون روعة شو رأيك بهالمناسبة مثل ما قلت لك نتجوز هون ونعمل شهر العسل هون شهر عمل بعدين طلال بدك تروح علي شهر العسل شلون وانا مشغولة بدي اهتم بحبيبي ودير بالي عليه نسي همه مزبوط طيب اسمع البرنامج اللي عملته سمعيني أولاً رح ننزل على السوق أنا وياك نشتري تياب وبدي أشتري أنا مكياجات وبرفانات مشان الناس اللي بدنا نشوفهم مثل ما بدك ثانياً لازم أتصل بجودة بيك وخبره بكل شي صار معي لأنه بتعرف يعني ما بتعرف شو ممكن يصير معنا مشان هيك لازم نضل على تواصل معه أنا برأيي خلص انتهى دوره لا ما انتهى دوره بالعكس أنا لازم ضل متواصلة معه ومو بس معه مع كتير ناس هاي اسمها علاقات حتى أنت كفنان لازم يكون عندك علاقات لأنه أنت من خلال هاي العلاقات ممكن ينفتح لك باب بحياتك ما بتحلم فيها أوكي تصلي فيه لا خلينا نطلع على غرفنا وهلا أنا بحكي معه من غرفتي طيب قاعدين شوي معلش طلال أنا كتير تعبانة ولازم ارتاح بكرة عندي شغل كتير كتير طيب مثل ما بدك
حبيبتي انت بدك تاخذين عن تيتي؟ والله يا حبيبتي ما بعرف، اسألي ماما. تفضل حبيبي، العشاء جاهز. تعشوا انتوا، انا ماني حسنان. علاء كرمالي صدقيني ماني نفس، خاصة لما سمعت الخبر. فك شو صار له طلال؟ جن؟ جن؟ عايدة واحدة منيحة كتير، بس مشكلتها انها طموحة وجدية شوي. طيب شو رح تعمل؟ ما بعرف ما بعرف، حكت معي على التليفون وهي عم تحكي معي بكيت، ما عاد فهمت عليها شيء، خفت إلا تجي لهون، كنت انت برات البيت فما حسنت. هو هلا وينه؟ طلال؟ طلال ببيروت مع خيانة بشعة، بشعة كتير. دايما من عشيكي. أبو جعفر مو هون ما؟ لا هو شح ومتسطح تحت الكنباية. لك يخرب بيت قلبك، ما كنت جوا وشفت ما في حدا؟ يعني إذا بده يكون هون بده يقعد معنا. هاد رقم تليفونه لصاحبنا. بري عليك، بس هو مو هون، ها بباريس. شو هالحكي؟ مطول هاد، إيه ما بده يرجع؟ 10-11 يوم معلم. الله أكبر، لسه بدنا نستنى 10-11 يوم؟ ولا يهمك معلم، طول بالك، يعني مرجوعه لعنا وين بده يروح؟ الله بيعيننا. جنيت رح تتجي لهون؟ اي جنيت. لك يقوم يجي حدا بيعرفك مثل طلال او غيره؟ يا ريت، بركي برتاح من العذاب اللي انا فيه. شو بك لك ايام؟ روقي، هانيت، من بكره ما عاد في بكره زهير، خلص ما عاد في بكره. انا بطلت بدي انسحب، ما عاد بدي، خلص. لك هذا الزلمه حرام اللي عم يساوي فيه، حرام. هذا البني ادم ما بيستاهل منا غير كل حب واحترام، عم تسمعني؟ يا سلام يا حياتي، طربيني سمعيني في شعر. لك لتكوني حبيتي؟ حبيته ايه حبيته، بس شو الفايدة اذا انا اصلا مالي قدران احافظ عليه؟ قصدك تطالعيني من المولد بلا حمص؟ لك حس بقى يا زهير، حس شوي. علاء رفيق كتير نادر بالنسبة لك، خلصنا بقى، حاجته حرام على جستي.
والله ما تلعبي معي. لك وحياة الله ماني عم بلعب، وحياة الله ماني عم بلعب، بس حبيته شو أعمل؟ حبيته، مالي قدراني غشه أكتر من هيك، شو أعمل؟ انسي هي، انسي العواطف، ولا قلك حبيه مثل ما بدك، البسي براسك، بس المهم نبقى على ما نحن عليه. وإذا قلت لا زنبك على جنبك. شوفي أنا لا سمعتك ولا شفتك، روحي هلا فكري منيح وخبريني شو بصير معك. يلا لا تنسي شيك ولا تنسي بنتك. الله معك. ما بدي عدولتي، ما بدي خليك معي اليوم. لك ما بصير حبيبتي، ما بصير، الواجب بيقول اني روح شق عليه. اشتقت لها عدولتي. مينو هي؟ مينو هي؟ ما هيك ام ربيع بتغاري؟ ايه بغار عدولتي. بغار شو يعني؟ من ام ربيع بدها تغاري؟ وليش دخلك؟ مو مرتك يعني؟ ولا تنسقتها، صارت رفيقتي من زمان، يعني صارت كنها كني. عدولتي. عيون عدولتي، بدي اقول لك على شغله. قولي. القلب مفتوح والعقل مفتوح. عم تحكي جد؟ شرفك عم تحكي جد؟ يا لطيف وينك؟ انا مشوار طليق ما تطول، بروح هيك بشوفهم وشق عليهم وبقول له خاطركم مع السلامة وبرجع لعندك. ايه بس عدولتي إذا بتأخر ولو هالقد ما بتعرف شو ممكن تصير. شو بتأخر ما أتأخر، حتى ولو كان عرق واعي رح برجع. عدولتي عيوني قلبتي. ولا شي، خلص روح. يا شو جبنا؟ أنا بقول لها إيه؟ إيه وين خلص؟ ليكا أهلين حبيبي، كيفك ماما؟ ما حسيت عليكم وقت اجيتوا. ليش مو بدقر الباب من جوا؟ والله نسيت. لا تنسي تاني مرة، ما تنسي. ايه مو لهالدرجة. هلا لا يا ستي لهالدرجة، وبدي بالغ، انت عندي بالدنيا كلها، شو انا خايف البيت ينسرق؟ تعي بابا تعي. اوبا الله. طيب هلا ندى قولي لماما وين كنا؟ احنا انا وبابا على المدرسة. حبيتي اياه؟ كثير. طيب هلا بنقدر نأرجي ماما شو جبنا؟ ايه. وهلا واقفين هيك لحتى نفاجئ مين؟ ماما. ماما يا ستي هاي احلى شنطه لاحلى ندى بالعالم. شايف ما احلاها؟ بتجنن ما؟ طيب وهي كمان بقى المريل الحلوه اللي بدها تلبسها ندوشه بالمدرسه وتكون هي اشطر طالبه بالصف. شكرا شكرا كثير. عفوا عفوا كثير يا عطر الندى.
جدة يا جدة يا جدة يا جدة سبحان الذي خلقها لك 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 عم تبتسم لي. يشهد الله علي لو عرفان انك حتولدي هاليومين ما كنت سافرت. الله يسلمك يا ابي والله مبسوطت لك بهالمشوار خير الله. شو اشتهيت امي تكون معك. يعني لما كانت المجموعه كلها رجال كنت اخذتها. المهم غيرت جو ابو ربيع وان شاء الله الله بيقدرك وبتاخذنا كلنا مو بس انا. ان شاء الله ان شاء الله. يا ابي شو بدنا نسمي البنت؟ يلي بدكم يا ابي. انا بصراحه حكيت مع امي ابو عدنان على التليفون لحتى اساله. ومين اتصل؟ انت ولا هو؟ انا حكيت يا ابي. يا ابي يعني انت بتعرف عمي افضاله علينا كثير وقلت لحالي مو حلوه ما خبره. ما طولت هن كلمتين. ما بيساير ام ربيع انا عم بستفهم. انا سالته انه شو نسمي البنت؟ قال لي انت سميها. قلت لحالي يعني نسميها على اسم امي؟ زهريه؟ لا يو شو زهريه؟ لا اقول لكم امي اسم ثاني. شوفي يلي بدك. يلا. لوين امي لوين؟ على اوضتي امي مشان ابي ياخذ راحته. لا لا والله ما بتقومي. يوه يا ابي خلاص عرفت. طيب وانت وين بدك تنام؟ ليش ما قلت لي؟ لا يا ابي. ايه ما راح اقول لك. يا ابي والله يا ام ربيع بهلا دي تعرفت لك على الرجال سبحان الذي خلق وشو اخلاق وشو اكابر بس الله هيك يكون بعونه مريض يا حرام. امين يا رب. يا ابي بشو مريض؟ العياذ بالله بهداك المرض اللي ما ينذكر اسمه. لا والمشكله انه مقطوع من الشجره. يا علي ان شاء الله. شو ام ربيع شايفك ما حسيتي بالزلمه؟ لا يو حسيت. شلون ما حسيت؟ الله يعافي. ادعي لك شي دعوه على حالك لحتى نعرف انك حسيتي. حلوه ما حلوه؟ والله حلوه حلوه. كثير حلوه. اي مهم ابو ربيع. اتفقنا ما نتركه لحاله بعد يوم، كل واحد منا بينام عنده ليله، واجب مو واجب ام ربيع. الله يجزيكم الخير. ايه يا ابي لكان واجب. مشان هيك انا رايح روح نام عنده الليلي. وليش انت اليوم؟ شو ام ربيع؟ رخينا الحبل اللي حتشديه؟ لا يا ابي لا. هو سؤال يعني. لا تسألي يا ابي لا تسألي، انتو النسوان بس الواحد يمزح معكم بتشطوا بتمطوا. انكتوا وحكيناها. الله يجزيكم الخير. انا ما قصدت شيء. أنا ماشي. بدك شي يا بي؟ هلأ رايح يا بي؟ كمان أنت؟ لا استغفر الله يا بي بس قصدي نحط لك شي لقمة تاكلها قبل ما تروح. باكل هنيك الجماعة عم يستنوني خاطركم. مع السلامة يا بي. الله معك. يا مو شو بكي؟ يعني الله يجزيهم الخير. ما حكينا شي أمي وأنا ما قصدت شي بس يلي قهرني إنه ما سأل على أختك كأنه ما عنده بنت تاني. خليني اوصلك لمحل بيت. لا خلص هون منيح بخاف حدا من اهلي يشوفني. اوكي خلص معناته بنحكي. ماشي اوكي. باي باي. باي. Thank you.
أنا الحمار اللي حبيته. رجاء الله يسامحك. لك الله يسامحك يا رجاء. لك الله يسامحك يا رجاء. أنا فايت أتحمم عدولتي. إن شاء الله حمام الأنا. إيه صحيح نسيت أجلي الجليات. أنا وقت الجليات أنت التانية. روحي روحي. إيه حبيبي بس أنت ما بتحب تشوف الجلي مكوم صح؟ لك روحي روحي حبيبتي روحي هلأ أنت. شو بدك بهالشغلة أنا بجليهم. أنت ما وعدتني تعطيني خرجية كل أول شهر؟ خرجية؟ يا حريش هيك شو لك فنان. ايه بس كل اول شهر يعني. ونحن يوم اللي تزوجنا كان اول يوم بالشهر مظبوط. لك ليش قعدتي يا حري حريشة؟ شو بتحس بيها؟ وانا كمان بحس بها. الله يخرجيه. بس 500 عدولتي؟ طيب هاي 500 تاني خدي عيدي. ألف عدولتي وبدي عيد؟ هلا أنت قديش كنتي تاخدي من أبوكي؟ أبي ما معه مصاري لحتى يعطيني. بس الوحدة لما بتتجوز حبيبة وجوزة وسيد راسة هو اللي بيدللها. دبحتيني. وايش رسمي وهيك بيصيروا 2000 كل شهر. ماشي عبدولتي. شو حبيبي تكون زعلت؟ لا ليش لازم؟ فكرت هو بقى خلصينا هلا تروحي تحممي. ماشي حق. يلا يلا ما تطول. يلا ما تطول. اللهم يكون مخشوشين مثل برتينا اللي قبلها. يلا بالتالت سبات إن شاء الله. إن شاء الله فيها الشفاء يا رب. أهلا وسهلا أنزل. أي خدمة؟ مين أنتي؟ أنا السكرتيرة الجديدة. وأنا شيرين سكرتيرة جودة بيك القديمة. أهلا وسهلا. جودة بيك موجود؟ جودة بيك بباريس وبكرة بيوصل. تعرفتي عليه؟ لسه ما شفته. بكرة بتتعرفي عليه منيح.
سعاد، يا سعاد، لك شو بك يا طرشتي؟ سعاد شو بك يا ابي؟ خير؟ شو في؟ تعي يا ابي خليني اتعكز عليك، بدنا نروح على المشوار. لوين يا ابي لوين؟ لك بلا علاك استعجلي. لك شو بك شفلتي؟ امشي يا ابي. استنى حتى يجي اخي معتز ليقوم يضربني. ولا شو اللي يضربك يا ابي؟ هو قال لي انه اذا بدي اروح معك لاي اذن بده يضربني. خلص يا ابي بروح معك، بس لا تخلي اخي معتز يضربني. روحي يا بنتي روحي. سعاد. نعم يا ابي. بالمؤسسة عم بيوزعوا سكر ورز، كنت حابب تروحي معي لحتى نصرفه. روحي يا ابي روحي، الله يرضى عليك. رجع التلفزيون، هات الجهاز من ايدك ويلا على اوضتكم اكتبوا وظائفكم. ما بدي. عم تجاهرني كمان، هات الجهاز. قلت لك ما بدي. وعم ترفع صوتك بوشي يا قليل الادب؟ ما انا قليل الادب. روحي على غرفتك انت الثانيه. طب انا شو دخلني؟ ليش هو عامل لك؟ اف يا شو عم تعمل فيه؟ رولا رولا انا حبيتك عن جد. شوف ماهر، الحب مو حكي، الحب سلوك وافعال، وانا الصراحه كل ما بشوف سلوكك اللي بخوفني بخاف منك اكثر ومبعد اكثر، مو بإيدي. طيب قولي لي أنا شو عم بعمل؟ شو عم ساوي حتى انتبه على حالي؟ أنت فوق وأنا تحت، يعني المسافة بيناتنا لساتها كبيرة كتير. بخاف إذا قربت منك أكثر من هيك تكشفني قدام الناس أكثر من هيك وتذكرهم إني أنا الشرشوحة. لساتك زعلانة؟ بس هي الحقيقة. بس رح نسيك إياها. مو المهم أنا، المهم الناس.
وحياتك لخليهم يشوفوكي أميرة مثل ما أنت على الحقيقة. بس أنا بدي أفعل. رولا قومي معي. لوين؟ قومي معي عم بقلك. اي روق روق، طول بالك، فرشت علينا العالم. رولا أرجوكي قومي، ما رح تندمي. أكيد ما رح أندم. رولا لو طلعنا لعنا على الفيلا ما كان أحسن من الجاي لهون. المهم هدول 100,000 ليرة، خديهم اشتري فيهم اللي بدك إياه، بس وعديني ما تطلعي مع هذا اللي اسمه سلطان. قد هدول مرتين عرض علي سلطان بس مشان اجي معه لهون، أنا ما قبلت، بس كرمالك رضيت. شفت قديشني رخيصة عندك؟ إيه بس أنا ما لقيت غيرهم بالدرج. وأنا رضيت، بس أوعك تفكر إنك رح تملكني بهدول، لأنك واحد مثلك مثل غيرك. لك أنت شو بدك؟ بس فهميني شو بدك؟ أنت من شو مصنوعة؟ من شو؟ أنت وحدة حقيرة. ايه انا حقيرة، مزبوط حقيرة. شو بدك بوحدة حقيرة مثلي؟ اه يمكن انا ما بعرف شو بدي، بس انا بعرف كلياتكم شو بدكم مني. يلا تفضل. لا رولا لا لا، انت مالك هيك، انا بعرف انك مالك هيك، انت عم تكذب علي بس مشان مضايقين. انت كذاب كذاب، انت بعمرك ما حبيتني، انت من اول لحظه كنت عم تضحك علي لانك واحد ما بتعرف تحب. انا وعدت اني رح اسويك اميره، رح اسويك اميره، بس وعديني لا بقى تطلعي مع سلطان. ابنك اخذته اليوم. لا رولا لا لا، الله يخليك ارجوك، انا بحبك ورح برهن لك صدري، بس لا بقى نجي لهون برده. دشيها أمي، لا تعملي مثل هديك المرة. تقبر قلبي نامت هي وعم ترضع أمي، دشيها هلا. لا استني شوي علي، لحالها بتفي. أنا ماشي بدكم شيء. شو؟ لوين متيسر أبو ربيع؟ عن مرقص، رايح اندفس عند الزلمة. شو كل ما بدي روح بدي أقدم لك تقرير. ليش صار دورك يا بي؟ ها نطت حمص لكي. ليه كم يوم صار لي عم اندفس هون؟ امبارح اندفست هون، اللي قبل منه اندفست هون، اجى دوري اليوم لحتى اروح اندفس هنيك. بعيد الشر عنك يا بي. ايه الله يقويك ويعطيك على هوانيتك يا ابو ربيع. ايه ها هيك الناس بتحكي. السلام عليكم يا بي. يا بي انت حتجيب لي تخت كوسار؟ بكره يا بي بكره. على طول تكون. مع السلامه. مع السلامه.
أمي وين حاطة اللحاف؟ خليني أفرش له على الأرض. امبارح كل الليل كل ما تسرد عيني في نأزانة والله خذت تقلب عليها فطسها. لك يا حبيبتي يا روحي نامي بأوضتنا، أبوك عم يجي وغط له يومين. لا دخيلة يقوم يعمل فيني مثل هديك المرة، أجا بنص الليل والله فلجني. هو خليه يجيب لي التخت وأنا بألف خير من الله. إن شاء الله أمي إن شاء الله بيجيبه. يعني فكري إذا ماله فاضي يعطيني المصاري أنا بروح بشتري، لا بيرحم ولا بيخلي رحمة الله تنزل. نايميها طب حتى إذا دشيت ما يصير لها شيء. حاضر. وكل شوي وشوي قلبي لراسها. حفظتها أمي والله حفظتها مشان راسها ما يتشوه. اصبحي على خير. وانتي من أهلي تقبريني. لك والله يا ابو خالد وقت اجيت لعندي متهوم جريمتين ما كانت حالتك هيك، مشان الله فضفض لي احكي لي. خليها لله يا ابو جعفر، حاسس بمصيبه بدها تطربق الدنيا فوق راسي. حسبنا الله ونعم الوكيل. لك كرمال الله فهمني. كرمال اخوي ابو جعفر اعتقني ما رح احسن احكي. طيب اخي انا رايح اجيب فروج سكت جوعنا فيه. لا تحسب حسابي. لا إله إلا الله. مصاب حماسي يا أبو جعفر وما بتلاقي حالك إلا خلصت مني. أنا بعرف أني تقلت عليك بس المشكلة حاسس بزلزال بمصيبة مصيبة بدها تطربق الدنيا كلها فوق راسي. زلزال؟ لك أخي أحكي بلكي بيطلع معنا شي نعمله. يلا عن إذنك أنا رايح مد بدني شوي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كل المصايب الدنيا نزلت على رأس المسكين. كثير يا بابا. وأنا مصدقك كثير يا عطر الندى. يا فيك شيء؟ بالعكس حبيبي أنا مبسوطة كثير. إن شاء الله يا رب تضلي مبسوطة كل عمرك. من شو؟ من كل شيء عم بيصير بحياتي. يعني هي انت رضيانه مرتاحه؟ انا شو بدي احسن من هيك؟ بس كانك متضايقه من شيء. هي شغله واحده بس اللي مضايقتني. شو هي؟ انك ما عاد كتبت. رح اكتب مسلسل ما كتبته بحياتي. الحجر وقسي البشر لا للحجر قسي البشر واتمتعوا بقصص الحزين. يا مين يا مين يا مين يسمع أنيني. شوفك يا هالمدينة
ظلم هالدور.